السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين في كل مكان، فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، لا سيما في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا يوم قل الناصر واغتر الظالم وأنت المطلع العالم.
اللهم وأنصف المظلومين من الظالمين، اللهم وأنصف المظلومين من الظالمين، واجعل ما أصابهم رفعة في الدرجات وتكفيرا للخطيئات، واجعل عاقبته يا ربنا عزا وتمكينا للإسلام والمسلمين. اللهم رد أمة محمد إلى دينك ردا جميلا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.